راديو ميد الموجة اللي تزهي. ألو سهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 8:35 دقيقة نواصل معكم الجولة في العالم، نعمل طلع على أخبار كورونا في العالم. كورونا في العالم، عدد الإصابات اللي في العالم تجاوز إلى حد هذه اللحظة 4 مليون إصابة، وقد قد الرقم اللي هو 4,016,019 إصابة اللي تعافوا، اللي هم عددهم تجاوز 1,300,000، وإلى حد هذه اللحظة 1,387,527 اللي تعافوا، وعدد الوفيات في العالم اليوم 276,269. نشوفوا أن منظمة الصحة العالمية اللي تقول يجب توزيع علاج الكورونا بطريقة سريعة ومتساوية، ونعمل طلع على العالم شو اللي صاير. تقريبا فما دول اللي هي تعاني في معاناة كبيرة، كما نيويورك في أمريكا اللي شوفوا أنه افتتحت مشرحة ضخمة في بروكلين باستخدام شاحنات مبردة لتخزين الجثث في وقت تواصل فيه المدينة الأمريكية المكافحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق ما ذكرت صحيفة دي ميل البريطانية، فانه المشرحة اقيمت في منتزه المنتزه شهير الغديكة، مشيرا انه هذا الحل اللي باش يخفف الضغط على منظمي الجنازات اللي يعانوا زادا من عدد الموتى الكبير من جراء كوفيد 19. وابلغ عدد الوفيات في نيويورك الى حد الان اكثر من 14,000، مع 5,300 حالة وفاة أخرى محتملة. وقال مكتب رئيس مركز الفحص الطبي أن المشرحة هذه تقع على رصيف شارع 39 في بروكلين، مضيفا أنه تم الاعتماد على أكثر من 50 شاحنة مبردة لتخزين الجثث. من جهة زادة ذكر المتحدث باسم مكتب رئيس البلدية أنه العديد من الشاحنات فارغة حاليا، ولكن يجب أن تكون جاهزة. على كل نتمنى وأنه كل الإنسانية تكون بخير. نشوفوا في روسيا زادة شنو كيفاش يخدم الإطار الطبي، الإطار الطبي اللي في الواجهة الأولى، وفي إشارة جديدة على حجم الأزمة اللي يمر بها العالم بسبب هذا الفيروس العين ونقص المعدات الطبية في كثير دول العالم. طلب من الأطباء في أحد مستشفيات التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنه يقوموا بخياطة أقنعتهم بأنفسهم لمواجهة خطر العدوى. وأوضح موقع RBC أن هناك نقص في المعدات الطبية في روسيا للتعامل بشكل فعال مع تفشي وباء كوفيد 19. وقد أبلغ الأطباء في عدد من المستشفيات عن نقص في المعدات أو عن عدمها تماما. ونقل الموقع عن موقع يقول أن العاملين والأطباء في كل قسم بالمركز الطبي والتشخيص رقم 9 التابع لوزارة الدفاع تلقوا أوامر بإنتاج 50 قناعا أسبوعيا. هما الأطباء هما بيدهم اللي يصنعوا الأقنعة متاعهم. شوفوا وصلت معناتها اللي هو النقص في المعدات الطبية في العالم. نمشي ونكملوا زادة مع الأخبار، والأخبار اللي هي باهية اللي تجينا من قارة أخرى. إيماجين يا جماعة عنا قارة ما وصلهاش هذا الفيروس، شكون القارة هذه؟ باز برشا فيكم باش يسأل شكون يقول اللي هو قارة أنتاركتيكا عشان أنتقلها بالصحيح. أنتاركتيكا شكون القارة هذه؟ هي عنا قارة هذه اللي هي القارة القطبية الجنوبية، أبرد مكان على وجه الأرض، وبات الآن المكان الأكثر أمانا في العالم في مواجهة فيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة هناك بحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. ويقيم في القارة نحو 5,000 شخص، معظمهم من العلماء والباحثين في نحو 80 قاعدة ومركز بحث. وكادت هذه القارة أن تصاب بفيروس كورونا عندما تفشى الوباء في بعض السفن السياحية اللي كانت مقررة أن تصل القارة، لكن هذا لم يحصل والحمد لله. وتعيش القارة حاليا في فصل الشتاء، الأمر الذي ساهم في فصل تواصلها مع بقية أرجاء الكرة الأرضية، وساهم زادة في إبقائها بعيدة عن هذا الفيروس. وقالت زادة كيري نيلسون المسؤولة الإدارية في محطة علمية بجزيرة أنفير أنه الموجودين في القارة يشعرون الآن بالامتنان لوجودهم هناك. على كل نشوفوا أنه حسب الرابطة زادة دولية
لمنظمي الرحلات السياحية في هذه القارة، فقد زار نحو 56 ألف شخص القارة بين عام 2018 و2019، مما يمثل زيادة بنسبة 40% عن العام السابق. وكان من المتوقع وصول حوالي 78 ألف سائح خلال موسم 2019-2020 اللي يمتد من نوفمبر إلى أواخر مارس. على كل إن شاء الله كل أرجاء المعمورة تتغلب على هذا الفيروس وغيره. مأساة كورونا جديدة، وهوني الفيروس الذي فتك بالقط ثم خطف صاحبه. شوفوا هذه في مأساة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، أنه اضطر أطباء إلى تطبيق اللطف عليكم القتل الرحيم على قط أصيب بالمرض في إسبانيا قبل أن يتوفى صاحبه من جراء كوفيد 19 أيضا. وذكرت صحيفة لافانغارديا الإسبانية أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته في كاتالونيا. وكشفت الصحيفة أنه مالك القط وفي في وقت لاحق نتيجة إصابته بمرض كوفيد 19 اللي يسبب هذا الفيروس. وبعد ما لاحظت العائلة الإسبانية أنه الهر البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة في التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطري. واكتشف الفريق أنه غديك يعاني قصور في القلب وارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى 38 درجة مئوية، كما انخفضت مستويات الصفائح الدموية لديه، مما يعني أنه دمه لم يكن قادر على التجلط بشكل صحيح. على كل الموت الرحيم كان لهذا القط، وإن شاء الله ربي يسترنا ويستر كل الإنسانية من هذا الوباء اللعين. فاصل كورونا في العالم.